ربي اني مسني ضرب الواو امتحان عرضا ما تعلم الناس بخصوصيته لي ثمان سنين في راس مرحلة الجنان وعذاب وعذاب المذهب اللي فقد شخصيته الكبد والحزن ومداوى الأيام الزمان واقعا يسلب من الأدم حريته يا ظروف الوقت لو كل ما نبغاه كان يمدي الإنسان يطغى على إنسانيته يبطش الدنيا الشعر اكتران تستبيحه غصب وتسرح